صباح تك لسه معاكم ومع الدكتورة نادية نشار على الشباب والرياضة 108 اف ام. هي دي الكورة، هي دي الكورة. صباح تك ما هي دي الكورة، ما الكورة لعبة حلوة واحنا طول الوقت بنشجع اللعبة الحلوة في كل المجالات، وخليك من قلبك كده بتشجع اللعبة الحلوة. بشكر كل أصدقائنا المتواصلين معانا على الفيسبوك، احنا متواصلين معاكم على الشباب والرياضة صفحتنا الرسمية حالا على الهواء، متواصلين معاكم كمان على نادية النشار دوت نت من امبارح، متواصلين كمان على تليفوننا 2-57-56-977. بشكر جدا اصدقائي استاذ عبد الحي علي، استاذ ايهاب شبانه، استاذ منى فاروق، استاذ مهاب، استاذ احمد امام، صباح الخير يا احمد، استاذ علاء محمد رسلان، استاذ عماد حكيم، استاذ احمد عبد المحسن، ميرو اخر العنقود، ومحمد عبده، مو عبده، صباح الفل، استاذ وليد جوده، صباح الحب والجمال. كلما زاد تعلق الانسان بالتكنولوجيا كلما فقد التواصل الانساني مع البشر، او يتعامل مع البشر كانهم الات بشريه متحركه. التعليم وسوق العمل، ايه هي درجة استفادتنا من التعليم في حياتنا الخاصة؟ البعض بيتعامل مع المحمول اكتر ما بيتعامل مع اسرته، الاسرة كلها، كل واحد في حتة او في اوضة واحدة، لكن كل واحد فينا مشغول مع تليفونه، مع هذا المحمول الساحر الشيطان الصغير. بص بقى، كل واحد فينا بيشوفه بطريق، قد تراه شيطانا وقد يراه الاخرون ملاكا، لكنه الحقيقة أداة في خدمتنا أو مش في خدمتنا. فالمهم مين فينا يقدر يخليه في خدمته، هذا الشيطان أو الملاك الصغير الساحر. هو الساحر الصغير، لا شيطان ولا ملاك، ده حقيقي بقى. أستاذ وليد بيقول الحياة مع التكنولوجيا أكثر تعقيدا، أكثر تشتيتا، والله أكثر برودا وتباعد اجتماعي، خيارات كتير جدا شتتت عقول الإنسان، تكنولوجيا متاهة لكن متاهة لذيذة، منها اللي بيدمر ومنها اللي بيطور. أي شيء في الدنيا له وجهين، وجه جميل ووجه قبيح. كورونا والصواريخ النووية والقنابل تكنولوجيا، أفلام السينما والمحمول تكنولوجيا. هل يريد الإنسان أن يدمر نفسه ولا يريد أن يتمتع بالحياة؟ صح حضرتك كده قلت كلام صح جدا، التكنولوجيا اختيارات، الحياة اختيارات، كل واحد فينا بيحدد اختياراته. أستاذ عبد الحي علي صباح الفل والسعادة، صباح الفل عليك. أستاذ ناصر ياسين صباح الفل عليك من البر الغربي الأقصر، صباح الفل على أهالينا كلهم في الأقصر والبر الغربي ومحافظات مصر كلها. والله أنا اللي بستنى الأيام اللي بلتقي فيها مع مستمعين الشباب والرياضة، بشكركم جدا. بيقول لازم نتطور بسرعة التكنولوجيا، ده حتى الدولة بتسعى جاهدة للتحول الرقمي. صحيح لازم نجري، ده توقيت مفهوش حتى ماشي في المكان ولا واقف في المكان، ده في جري، لكن المهم ان شاء الله يكون جري في الاتجاه الصحيح. استاذ عماد حكيم بشكر حضرتك جدا جدا، والله العظيم رسائلك الحلوه دي هي اللي بتديني الحماس، وبحيي حضرتك، والتحيه وصلت لكل فريق العمل. استاذ وليد جوده، لماذا رفضت الاسر والطلبه التابلت اول ما طلع؟ شفته كانت موجة الغضب قد إيه منه، لكن لما صار هو الحل الوحيد والاضطراري اتعاملنا معاه. صحيح لسه في ناس نفسيا رافضة الفكرة، وفي ناس بتتريق على الفكرة، وفي ناس بتشتت تنفيذ الفكرة، وفي ناس بتستفيد من الفكرة. كل واحد فينا بيختار ويقرر اختياراته في الحياة، هيبقى من المشتتين ولا من الناجزين؟ انجز خلاص، التطور أمر واقع. أستاذ وليد باعت صور جميلة جدا والمداعبات بقى بين الأهلوية والزملكاوية، يعني موسم والله. لكن احنا عندنا كمان في الدورة الجديدة مجموعة من البرامج والفترات الرياضية الجميلة الرائعة اللي أعتقد إن هي هتستوعب كل الكلام الرياضي والقضايا الرياضية، وعندنا كمان برامجنا كلها بتوظف نفسها لكل ما يخص الشباب والرياضة. مهاب بشكرك جدا والله يا مهاب، وعلى رسائلك الحلوة والصور الجميلة وصباحات الورود والترت وصباحات الورود الحلوة. وأستاذ وليد
والترت الجميلة دي. اه والله ده دعم نفسي كبير جدا. والورود من أستاذ مهاب. مهاب بيقول بقى ايه: عندي سؤال، هل بعد نجاح فكرة الامتحانات عن طريق الأبحاث لجميع مراحل التعليم، هل يستمر العمل بهذه الفكرة في السنين القادمة؟ وجهة نظري إنه يستمر، لأن هنقفل الدروس الخصوصية، ده الشكل العملي لقفل الدروس الخصوصية واستفادة الطالب من التكنولوجيا. والله أنا اللي بشكرك جدا، ومحمد نور بيشكرك جدا، بيبارك لإذاعة شباب ورياضة كلها، وشكر خاص للأستاذة نجلاء عبد البر على مجهودها في تقديم الأفضل. ده صحيح والله، نضم صوتنا لصوتك، لأنه إن شاء الله الدورة الإذاعية دي اللي بدأت خلاص، الدورة الإذاعية دي بنوعدكم فيها بشغل رائع وتواصل جميل بيننا وبينكم دائما، ويا رب تنال إعجابكم. لكن حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، السنين القادمة ماذا تحمل من استخدام، هل هنطور على التجربة؟ والله أنا سألت كتير من الطلبة كانوا مستمتعين، لدرجة إن بعض الطلبة ما عرفوش منهجهم بشكل حقيقي، كانوا في سنة تالتة ورابعة جامعات ما عرفوش المنهج بشكل حقيقي ولا استمتعوا إلا لما بدأوا يعملوا أبحاث. في نفس الوقت أعرف طلبة تانية خلوا غيرهم يعملوا من الأبحاث. اختيارات. ماذا ستفعل الدولة تجاه ده؟ لازم هنعمل توازن عشان نضمن تعلم، عايزين نطلع أجيال متعلمة تنفع بلدها وتنفع نفسها وتنفع أسرها ومجتمعاتها. طيب،